أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف نجمع بين قولكم أن الجرح والتعديل يقول كيف نجمع بين قولكم أن الجرح والتعديل أنا ما نبى النبي تجمع بين قولي وذا، أنا ما نبى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا جمع بين النصوص النبوية، أما كلام الناس وما يجمع بينه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.